طيب بدأت بعض الأخوات مجموعات في الفيسبوك تدعو للإسلام وفهم القرآن، ماذا نصيحتك لهن؟ نصيحتي أن لا يفسر القرآن بآرائهن وبراء الآخرين، إنما يحرصن على تفسير القرآن من خلال تفسير السلف كابن جرير وابن كثير وابن السعدي وأئمة السلف، يتناقل التفسير الصحيح. يعني ندعونا إلى كتاب الله وإلى معانيه ومعاني مفرداته خلال نشر تفسير السلف. نعم، جزاك الله خير يا شيخ.